أنا أقول أن هذه هذا هذا هذه النقطة، أن هذه شبهات في عقول بعض الناس نريد أن نزلها إن شاء الله. وأقول أن الحكم الشرعي شيء، هذا حكم أصلي معلق في الهواء، زي الخمر حرام، الواقع هو الذي ينزل على الحكم الشرعي فيجعله فتوى. الخمر حرام، ولكن اللي ماشي في الصحراء وهيموت من العطش فده واقع بيطبق على الخمر، فبيرفع الحرمة ويجعلها واجب، شرب الخمر واجب، يبقى الفتوى في حق اللي في الصحراء الوجوب، ما بقاش الحرام. فإذا اتشال الواقع ده رجعت الخمر للتحريم مرة تانية. لا 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 بس هذا، خليني بس أكمل، ما أصل الفكرة لازم تكتمل. نعم نعم، أنا عايز أقول إيه، عايز أقول إنه إذا فهمنا هذا نفهم أن إذا أخ أو عالم أو شيخ أو داعية أو ما أردت أن تسمى هذه الأسماء، إذا تمسك بحكم شرعي في مقابل واقع معين فهو ليس على صواب، وإن أصاب فلو أصر على أن حكم معين شرعي حرام في كل الوقائع التي قد تكون موجودة، ها، فحتى إذا صادف أنه في واقع معين فعلا كان حرام، ها، ففي هذه الحالة يصبح هو خطأ، لأنه لم يمر بالتقييم الصحيح للواقع، فأصبح قوله حقا من حيث هو إيه باطل. إذا قلنا هذا فأقول أنني أنا شخصيا بعد أن حدث حدث الثورة، هذا تقييمي أنا شخصيا سواء صح أم أخطأ، قلت أن هناك فراغ معين حدث في المنظومة الدستورية في مصر، وأصبح فيه بلبلة، وكان فيه بلبلة في الوضع بالفعل قبل الاستفتاء مباشرة وبعد الاستفتاء، أنه مين اللي مسك البلد، يا ترى المجلس العسكري، يا ترى في دستور 71، يا ترى سقط 71. فأنا قدرت أمرين، الأمر الأول يتعلق ب إذا أقيمت انتخابات في هذا الواقع اللي فيه البلبلة اللي أنا رأيت فيها نافذة مفتوحة، فإذا إحنا في نافذة ما بتخضعش ابتداء لإيه؟ للحكم العلماني الوضعي، ده إحنا ابتداء بنختار. إذا الانتخاب في هذا الوضع أنا قلت بجوازه في هذا الوضع في هذه النافذة الموجودة، هذا اجتهاد مني في تقييم الواقع. في احتمالين، إما أني أخطأت فيه ولم يكن فيه نافذة، أو أنه كان فيه نافذة وأغلقت سريعا، لكن في كلا الحالتين هو اجتهاد في النصف الثاني من الفتوى، وهو تقييم الأمر الواقع، ما رجع بالحكم الشرعي. ولذلك لما كتب أخونا أبو المنذر كان كل ما قلته عبارة عن أحكام مجملة إحنا متفقين عليها، وذلك أنا ما عرفتش أرد في المرة الثانية، قلت أنا ما عنديش رد عليه لأنه أنا متفق مع كل هذا الكلام. هو يأتي بأحكام شرعية، أن الحكم يجب أكون بأنزل الله، وأن اللي بيوالي غير الله، طب ما هو ومن خالف في هذا؟ وذلك قلت والله أنا ما عنديش رد عليه، هو أنا ما بتكلمش على كده، أنا معك في 100% أنت بتقوله، هذا شق شرعي، لكن أنا بتكلم النهاردة على واقع. إن أنت هربت من الواقع وحملت معك فكرة التحريم وقفزت فوق الواقع إلى الفتوى مباشرة دون تقييم للواقع، قلت أنه لا يزال محرم، أنت حر، لكن أنا بمر بالواقع، فإذا كان الواقع زي فلتر، إذا كان الواقع يبيح ببيح، إذا كان بيجيز بيوجب بأوجب، إذا كان بيندب بيبندب، لأن الحكم غير ثابت ابتداء، الفتوى غير ثابتة، الحكم اللي ثابت. ولذلك أنا هذا هو الكلام، فإما أن يحمل كلامي في هذا على خطأ في تقييم الواقع، وأنا أقبل الناس بتخطئ في خطأ، ولو أنه أنا كل من قرأ مقالاتي من أول الثورة في تقييمها للأمر الواقع وللإخوان وللعسكر وكذا يعلم أنني بحمد الله تعالى رأيت الواقع كما أثبته الوقت، أما أو يرى أنه كان في نافذة زي أنا ما رأيت وأغلقت، فهذا الأمر الآخر. أنه في بعض النقطة الثانية، وهي أن في البعض اللي هي موضوع الاستفتاء بالذات، مش الانتخابات بقى، الاستفتاء، موضوع الاستفتاء أنا أبحت الاستفتاء كذلك في هذا الوقت، قلت الاستفتاء بنعم أو لا يزيد عن سؤال بنعم أو لا. واحد بيسألك أنت ماشي في الطريق، واحد بيوقفك قال لك يا شيخ محمد أهلا وسهلا سلام عليكم، يا ترى شرع الله يجب أن يسود في الأرض ولا لا؟ قل لي أجب عليه بنعم أو لا. إذا قلت له لا ما أقدرش أرد عليك لأن ده حرام، فقد جن الرجل، أنت جننت، يعني هذا جنون، لأنك تقدر تقول له نعم أو لا، هو ما بيقولكش ده الصح ولا الغلط، ما بيسألكش على هذا، هو بيقولك أنت ترى أنه شرع الله أفضل ولا لا. فالاستفتاء أنا رأيته بهذه النظرة لا أقل ولا أكثر، كن هو واقع حتى وقوع هذا. لو أنه أبو بكر الصديق وهو ماشي
في مكة قبل أن تخضع مكة للفتح وهي لسه لا تزال تحت حكم الملأ من قريش، وسألوا يا أبا بكر أيجب أن نخضع لحكم الله ولما جاء بمحمد؟ هيقول له والله لا أرد عليك لأن لا تزال قريش تحت حكم. هذا جنون، هذا عبث، عبث عقلي يعني، هذا عبث عقلي، هذه عقول لا تصح أن تتحدث في فتوى ولا في علم ولا في أي حاجة. فأنا هذه النظرة من الاستفتاء سواء أخطأت فيها أم أصبت هذا رأي، هذا لا يعني أنا لم أقل أرجع بك مرة أخرى إلى رأيي في الديمقراطية، مش كده. قبل أن بل قبل أن يولد كثير مننا يتحدثون اليوم من مشايخ الفيسبوك، أنا ذكرت وذكر اسمي. لو رجعت إلى آخر قائمة نزلت على الإنترنت بأسماء العلماء والدعاء الذين يرون عدم شرعية البرلمان منذ 20 عاما، هتجد اسمي كان وصلوا إلى 110 أو 120، هتجد اسمي رقم 81 من الذين لا يرون شرعية البرلمان. وأنا أقول هذا منذ 40 عاما في القديم وفي الحديث، فأنا لست منتظر أحد النهاردة أن يتحدث ويقول كذا وكذا. بس نعم، هو الاستفتاء والفتوى نعم، عشان هيأتي أيام أو شهور قليلة ويتم الاستفتاء على الدستور. نعم. فما الحكم بقى في الاستفتاء القادم على الدستور؟ يعني أنا الحقيقة أنا لا أريد أن أسأل الآن عن واقع قادم سيأتي. لا، لماذا؟ لا، ما هو قادم بس قادم تحت أي سلطة؟ يعني أنا لا أدري الآن أي سلطة يعني. وذلك أنا لما سألوني زمان برضو على موضوع الانتخابات قلت لهم يا أخوانا أنا لن أجيب عن انتخابات وإقامة الأحزاب دلوقتي، لأنه أنا لا أستطيع. الأمور يا أخوانا تتغير ساعة بساعة على الأرض، أنت تعلم هذا، الأمور تتغير ساعة بساعة في التحرير. طب إذا جاء الاستفتاء النهاردة وقد أزيح العسكر وأزيح كذا والإخوان جم وقال والله نحن نريد أن يطبق شرع الله وعايزين نعمل كذا، طب خلاص ساعتها الأمر كله على بعض يجب إعادة. الفقيه الحقيقي لا يتجاوز ولا يقفز فوق الواقع.